كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احنا اليوم كنا على موعد مع واحد العرس رياضي اللي هو الدوري السنوي لنادي النجاح الرياضي المكناسي، وفعلا على سمينا عرس رياضي. كان النادي على موعد، كان على موعد مع استقبال واحد 200 ثلاثية ما يعادل 600 متباري ومتبارية من جميع أنحاء الوطن ومن جميع العصب اللي تتنضوي تحت الجامعة الملكية للكرة الحديدية. بطبيعة الحال البعض سيتساءل، النجاح المكناسي تيقيم الدوري السنوي ديالو بنادي النادي المكناسي للكرة الحديدية نظرا للأشغال، أشغال الحفر وأشغال التهيئة اللي تتشمل النادي، النادي النجاح الرياضي اللي المقر ديالو في النادي البلدي، الملعب البلدي اللي هو تيخضع لواحد التهيئة، في انتظار إن شاء الله في انتظار واحد المقر لوقار ديال النادي إن شاء الله. وهذه رسالة موجهة إلى مسؤولي هذه المدينة من السيد عامل عمالة مكناس، السيد رئيس المجلس البلدي، السادة المسؤولين والقيمين على الشأن المحلي، من أجل إيجاد حل لهذا النادي اللي هو إن كان يدل فإنما يدل على أن هذا النادي عارق وعنده المكانة دياله داخل الجامعة وداخل العصبة، والدليل أنه تواجد 600 متباري ومتبارية في هذا الدوري السنوي. طبعا هذا الدوري اللي منظمه نادي النجاح المكناسي الكرة الحديدية كيجي في إطار البرنامج المصدر من لدن عصبة أطلس سايس، وكيستضفوا لنا شرف داخل النادي الرياضي المكناسي أننا نستضفوا هذا الدوري ديال الإخوان ديالنا في النجاح، دائما في إطار علاقتنا والرؤية ديالنا الموحدة على مستوى مدينة مكناس بالنسبة للأندية بربعة اللي هما النادي الرياضي المكناسي فرع الكرة الحديدية، نادي النجاح الكرة الحديدية، نادي البساتين الرياضي الكرة الحديدية، وطبعا آخر ملتحق بعصبة أطلس سايس نادي مرجان النادي أو نادي الصداقة الكرة الحديدية. فهاد الدوري في الحقيقة كيجي في واحد الأجواء كتميز بحضور 200 ثلاثية على المستوى الوطني، تقريبا كاين تمثيلية ديال جميع العصب التسع اللي كتشكل منها الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية. هانتوما كتشوفوا الأجواء كيفاش كتمر هاد اللعبة، صراحة هي لعبة زعما شيقة، وكنوصي بها أكثرية الناس اللي كيعانيو من داك لو ستريس ديال الخدمة، لأن سي ان جو دو بريسيزيون اي دو كونسونطراسيون اللي ودائما فاش كنسمعوا كونسونطراسيون اي بريسيزيون سا فو دير سي ان انتي ستريس باغ اكسيلونس. هاد الكرة الحديدية كنحيدوا بها داك الأعباء وداك كاع ديك المعيقات والمشاكل اللي كتلاقينا في النهار كنحيدوها بهاد اللعبة هادي. وطبعا هاد اللعبة ولات كتعرف واحد انتشار كبير على المستوى الوطني، فيها الفئات العمرية تقريبا كاملة، فيها الفئات الصغرى. طبعا هذه مناسبة نهضر على مدرسة النادي الرياضي المكناسي الفئات الصغرى والعنصر النسوي. العنصر النسوي هذه مناسبة ربما النادي المكناسيات أنهم يتشجعوا يجيوا يمارسوا معنا هذه اللعبة، احنا محتاجين المكناسيات باش يحملوا القميص ديال النادي الرياضي المكناسي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.